اهلا وسهلا بالكل، معاكم عبد الكريم، واليوم نتعرف على كل شيء مهم في لعبه موربيد ذا لوردز اوف اير. لا تنسون زر اللايك والاشتراك وخلونا نخش في الموضوع مباشره. من المبدعين اللي اعطونا موربيد ذا 7 اكولايتس، راح نستمتع بتجربه مغامره وحشيه مع عنصر العاب السولز لايك. نواجه الوحوش الصعبه وندخل عالم مظلم كله في السعي لهزيمه اللوردز اللي موجودين في اير. حتى اذا هزموا الالقهار ما يموتون ابدا. هذه المقولة تورينا كيف يرجعون للظلام وينتظرون وقت مناسب ليرجعوا مرة ثانية. موربيد ذا لوردز اوف اير هي استمرارية وتجديد للعبة الار بي جي والاكشن اللي تعتبر سورز لايك موربيد ذا 7 اكولايتس اللي نالت استحسان كبير من النقاد. ترجع لنا البطلة مرة ثانية في معركة عنيفة مع مخلوقات مرعبة في هذا العالم المظلم. خلونا نبدأ بالقصة. نظرا لانه موربيد ذا لوردز اوف اير هي تكمله لموربيد ذا 7 اكولايتس، فحيكون في استمراريه لقصه البطل الرئيسيه بعد ما هزمت الاكولايتس السبعه في الجزء اللي قبله. وخلاصه سريعه، اذا ما قد جربت الجزء السابق، فبطلتنا هي اخر ناجيه من سترايفز اوف ذا ديبروم، وتدربت حياتها كلها عشان تهزم الاكولايتس السبعه واساطير قهار. هنا ترجع بدور ذا سترايفر اللي كلفت بواجب تطهير العالم من شر الأكولايتس اللي رجعوا مرة ثانية في أرض جديدة اسمها إير. مغامرة جديدة من منظور جديد، واجه أعداء مرعبين من منظور ثلاثي الأبعاد جديد كليا. خلص على كل المخلوقات البشعة بمجموعة من الأسلحة والمعدات والتمائم الشريرة لتدمر كل شيء في طريقك. عندنا نظام الصحة المتقدم، أو زي ما يسمونه في اللعبة السانتي. بناء على نظام سانتي من موربيد ذا 7 اكولايتس، فالطريقة اللي تتعامل فيها بالقتال ممكن يأثر بشكل كبير على العالم من حولك. الاستسلام للجنون ممكن يعطيك قوة لا تصدق، ولكن مع مخاطر كبيرة. راح تتغير نظرتك للعالم بشكل ديناميكي. نستكشف المناظر الطبيعية الشنيعة، نحارب في طريقنا عبر أراضي إير الخمسة، العوالم المرعبة اللي تسكنها خمس فصائل فريدة، من الجبال الشتوية إلى المدن الفاسدة وكل شيء وراها. ننجز واجبنا المقدس لتخليص الأراضي من الشر اللي نزل عليها. نواجه الرعب الدنيء، نقطع كل شيء واقف في طريقنا لنوصل للوردات إير الخمسة. نواصل التحدي من خلال البحث عن هذه المخلوقات المظلمة القوية الفريدة من نوعها، تلقاها تنتظرك في كل مستوى. خلونا نشوف اسلوب اللعب. القتال هو محور التركيز الرئيسي في موربيد ذا لوردز اوف اير، وهو امر مو معقد، مع هجمات اساسيه وثقيله بالاضافه الى صد الضرر او المراوغه اللي تستنزف بعض القدره على التحمل. كل هجوم ما يقلل من صحه العدو بس، لكن يدمر شريط الوضعيه. لما يوصل شريط الوضعيه الى صفر، يكون عندك فرصه لتنفذ هجوم حاسم مميت. والمثير للاهتمام انه الاعداء عندهم مقاومة وضعف لبعض الهجمات المختلفة. مثلا مجمعي الجلد عندهم مقاومة للطعنات الخلفية بفضل كيس الجلد اللي موجود على ظهورهم. الهجوم الثقيل مو هجوم اساسي كبير زي ما تشوفون في العاب الاكشن الثانية، بالعكس هو هجوم يكسر غضب العدو اللي يسبب ضرر اضافي، لكن يكسر حالة غضب العدو، وهي حالة ما تقدر عليها الهجمات العادية. الطريقة الوحيدة لكسر هذه الحالة هي هجوم يكسر الغضب، وهي الهجمات الثقيلة، أو حتى بالسبكتر المسدس اللي ممكن يدوخ الأعداء في القتال. مع تقدمك في اللعبة راح تلقى مجموعة متنوعة من الأسلحة، إجمالي عددها أكثر من 30 سلاح، ومقسمة إلى أربع فئات: يد واحدة أو يدين أو يدين وقبضة اليد. وكل سلاح عنده أربع سمات: الرشاقة اللي تحدد استهلاكك للقدرة على التحمل، والضرر اللي يمثل الضرر الإجمالي، والتأثير اللي يعكس الضرر اللي سببه، والسرعة اللي تمثل سرعة الهجوم. وعشان ترقي هذه الأسلحة تستخدم أحجار رونز اللي تغير طريقة أداء السلاح. يمديك تدخل هذه الأحجار في الأسلحة لتزيد إحصائية واحدة بشكل كبير مع تقليل إحصائية ثانية شوي. برضو تقدر تغرز هذه الأحجار في السلاح بشكل دائم لتحصل على 20% زيادة في كل التأثيرات الإيجابية و10% من كل التأثيرات السلبية، وتخلي بعض الأحجار فاضية لأي حجر جديد. أقدر أأكد لكم أنه بعض التصميمات راح توصل السلاح لأقصى قدر من إحصائيات معينة فعليا تكسر اللعبة، مثلا تخلي السرعة مجنونة مع الاحتفاظ بنفس الضرر الأصلي. سمات اللعبة: بيئات متنوعة عبر خمس أراضي فريدة مليئة بمناظر كابوسية ومخلوقات رهيبة.
أساليب لعب مختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط الأسلحة والرونيات والتمائم. نحارب لنحافظ على سلامة عقلنا أو نستسلم للجنون ونستغله. اختبر مهاراتك ضد الأعداء المرعبين والوحوش المخيفة ومعارك الزعماء الممتعة مع اللوردز الأقوياء. نفهم عظمة موربيد لما تنتقل السلسلة إلى منظور ثلاثي الأبعاد الجديد. وبكذا نكون تعرفنا على اللعبة. أعطوني رأيكم في التعليقات. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون زر اللايك، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام.